فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل يعمل أو سائق يعمل في توصيل الطلاب، وعند خروج الطلاب تفوته جماعة الظهر في المسجد، ولو صلاها جماعة سيتأخر كثيرا عليهم وقد تحصل مشاكل له. سؤاله: هل له أن يؤخر الصلاة ويصليها منفردا في هذه الحال؟ نعم، هذا معذور، لأنه على عمل، ولو ترك هذا العمل فإن العمل يضيع، وهو يأخذ عليه أجرة ومتكفل به، فهذا يؤخر الصلاة حتى يتمكن ما دام في الوقت، ما خرج الوقت. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.